صباح الخير، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ مرتاحين ان شاء الله؟ كل ما تشوفون احنا عندنا الثلج نازل، ومنو يسأل على الأوضاع؟ الأوضاع كلها بيضاء، وشوفوا وجاي ينزل الثلج. صار 3 أيام الوضع أبيض أبيض، يعني ما تحتاج أضوية بالليل، والسيارات قليلة تمشي. راح أشوفكم في ما تشوفون الثلج ينزل، بس هسه نازل بالليل. هاي الوضع عندنا، اللي يحب اوروبا اللي يحب الثلج خليه يروح الشمال، العراق ليش يجي لاوروبا؟ طبعا احنا الشتاء، بالصيف عندنا شمس، وبالشتاء عندنا بياض، عندنا برد هنا. فحبيت اشوفكم شوية من الاجواء، وانا راح اروح مشي على رجليه للصالة، لان صار يوم ما رايح ما اريد خاطر السين هنا زلق، ويلا مو بعيدة علي. شوف هاي الشجرة، هاي الثلوج عندنا. طبعا احنا مناطقنا كلها صعود، يعني شوية تخوف السيارة من تصعد بيها تقوم تنزل، اكو حوادث هواي صارت. السنة الجاية امشي وزحلق. أشوف الرصيف مثل ما تشوفون، وده ينزل بعد الثلج. بالنسبة راح نوصل النوب يصعد شوية، سوى تقريبا 10 سنتيم، جوز يصعد 10، مو 10 سنتيم، 30 سنتيم. إذا صار متر بعد إحنا نقدر نطلع. شوف ناس كلها جوا، ناس كلها جوا، ننتظر منا الباتشر. إذا الجو صار زين الناس تطلع رحت الشغل، إحنا متعودين. حبينا اشوفكم الوضع والاجواء حلوة وطيبة. ومستمر الثلج ينزل شباب، والبرد مستمر. لو تشوفون شك هناك، هاي مناطقنا هيك صايرة، يعني شوف السانة صعدت فوق، شفت شوية جوا صعدت فوق، شوف الثلج. وهاي الوضع، حبيت اشوفكم شوية اللي ما متمتع. هاي هاي هاي، طبعا هذا الاسفلت شوية احسن من البافي، البافي ذاك الحجر المربعات تزحلك السيارة اكثر. لك شوف البياض،
هذا البياض اللي عايشين بيه. والله في ما شفت هذا البياض اللي عايشين بيه. جو درجة الحرارة بعد تحت الصفر، إذا صارت 10 بعد. هسه الجو زين يعني بارد بس زين، تقدر تطلع. إذا صار 10 12 تموت من البرد، يعني تطلع برا الجو بارد. شوف على الجار وانا بالطريق للصالة. يلا شباب دوسوا لايك، يلا نسلم عليكم. هنا شوية أحسن منفين، الناس تنظف أحسن من هناك شوية، لأن هذا الشارع مزفت مو حجر، واني خاف أوقع حسي لازم أدير بالي. يلا شباب هو هذا الجو عندنا، وحبيت اشوفكم وبس. السلام عليكم. هسه الدنيا ليل، الدنيا ليل مثل ما تشوفون. الدنيا ليل ليل ليل، ماك احد بالشارع. والله كل شي محجر هنا. شوف هذا دخل اصابيعي على الجامع، ما يدخل، دخل اصبع كله، لازم انظفها باكر. شوف فوق، شوف الطبقة باكر يصعد 30 سنتيمتر 40 سنتيمتر. شوف عزيزي المشاهد، هاي الاجواء. هاي الاجواء عندنا، خلينا نطب البيت احسن. مثل ما تشوفون هاي الاجواء عندنا. يلا مع السلامه.